تركت أنا وصديق لي في مشروع كبير يقدر تكاليف هذا المشروع ب700,000 ريال تقريبا، واتفقنا على أن يدفع صديقي جميع هذا المبلغ على أن أرد له هذا المبلغ من نفس إنتاج المشروع، ثم بعد ذلك ما ينتجه المشروع من مكاسب تكون مناصفة بيني وبينه، فما حكم ذلك؟ إن كان الإقراض أقرضك المبلغ على شرط الشركة أنكم تشاركون هذا ما يجوز، لأن هذا قرض جر نفع. أما إن كان أقرضك من غير اشتراط وإنما إحسان إليك فقط، الشركة من عقده من قبل ولما رآك محتاج أقرضك، فهذا لا بأس به وأنتم على ما اتفقتم عليه. نعم.